فندم نقيب محمد حسن. نجيب الكادر كله. لا لا ماشي، بس انت كاميرا على فكره. نحتفل في هذا اليوم باحتفال التضحيه، باحتفال الفداء، باحتفال نعمه الامن والامان، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لإيلاف قريش إيلافهم رحله الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دكتور محمد